وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بداية، كيف ترى التطور الذي شهدته العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة الماضية؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هناك تطور إيجابي ملحوظ في العلاقات المصرية القطرية، بيدعم يعني تطور العلاقات الاقتصادية والتشارك السياسي، وبيفتح آفاق جديدة ما بين القاهرة والدوحة. أعتقد أن هذه العلاقات أيضا بتعطي في ظل الزخم العربي والعلاقات العربية التي أصبحت يعني بتشهد حراك كبير جدا خلال الفترة الماضية. القاهرة يعني تعتبر هي عاصمة صناعة القرار العربي في الحقيقة، وبنرى توافد الكثير من الزعماء إلى الدولة المصرية، خاصة في ظل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية، للتشاور وللتباحث ولإيجاد الكثير من سبل التعاون، خاصة أن العالم الآن والمتغير العالمي الآن يحتاج إلى هذا التكاتف العربي، يحتاج إلى تعزيز الشراكات العربية للمرور من هذه التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية بسلام على المجتمع العربي. أعتقد أن العلاقات بالتأكيد بتشهد مرحلة إيجابية، والفترة القادمة سوف تشهد مزيد من التطور الإيجابي، خاصة أن هناك خلال الفترة الماضية تباحث على مستوى الوزراء، ورأينا نائب رئيس الوزراء القطري كان في القاهرة في مباحثات، ورأينا أيضا وزير المالية المصري كان في الدوحة في أيضا تعاون اقتصادي ما بين الجانبين، وأيضا هناك اتصالات يعني على مستوى وزراء الخارجية. إذا هناك تشاور وتباحث سبق هذه الزيارة، لنجد الآن يعني آفاق جديدة تنفتح وترسم مستقبل يعني جيد للعلاقات المصرية القطرية، بما يخدم المصالح المشتركة وأيضا بما يخدم المصالح المتعلقة بالأمن القومي، هذا المفهوم الذي يحرك الدولة المصرية دائما للعمل مع الأشقاء العرب وتعزيز العلاقات العربية العربية. منذ يعني تصاعد الأزمة العالمية توافد إلى الدولة المصرية الكثير من القادة العرب، إذا كنا نتحدث عن يعني الإمارات، البحرين، الأردن، المملكة العربية السعودية وغيرهم من قادة، وبالتالي هذا الزخم وهذا الحراك المصري الذي تقوده الآن بتعزيز الموقف العربي دوليا وإيجاد موقف عربي أيضا لديه حياد إيجابي، حياد يستطيع أن يخلق وساطة ويخلق مسارات سياسية ويدعم المسارات السياسية يعني إخماد الأزمات العالمية كلها، أمور في الحقيقة بتؤكد مكانة مصر الدولية والإقليمية، وبتؤكد أن بالفعل القاهرة الآن لها دور ريادي ودور كبير جدا في صناعة القرار الإقليمي والعربي وأيضا الدولي. ومن ثم أعتقد أن هذه الزيارة أيضا في الإطار المتعلق ب يعني القمة المرتقبة في المملكة العربية السعودية، وقبل أن يجتمع مجلس التعاون أو قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق وطبعا الرئيس الأمريكي بايدن، هذا أيضا مهم للغاية، التشاور، وضع رؤية موحدة سواء فيما يتعلق بمجابهة التحديات القائمة من أمن غذائي، من أمن الطاقة، من أمن ملاحي وغيرها من مهددات الأمن القومي. وبالتالي هي زيارة لها مردود إيجابي مش بس على صعيد العلاقات المصرية القطرية، ولكن أيضا على صعيد العمل العربي المشترك. طيب، كما تفضلت يعني أستاذ جمال، الدولة تحرص على دعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل وأيضا المصلحة المشتركة، كيف ترى هذا التوجه في ظل ما تفضلت أيضا بذكره ما شهدته العلاقات المصرية القطرية من زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين خلال الفترة الأخيرة؟ إذا هي إرادة صادقة يعني تطور هذه العلاقات، كيف يمكن البناء على هذه الإرادة؟ بالتأكيد نحن لدينا ثوابت في الدبلوماسية المصرية راسخة، وتعمل وفق منهجية محددة، وبتعمل أيضا فقط لتحقيق المصالح الداخلية المصرية، هذه هي غاية السياسة الخارجية المصرية، التحرك من أجل تحقيق المصالح سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى الأمنية للداخل المصري. وبالتالي هذه الثوابت هي ما تجعل القاهرة تكتسب مصداقية كبيرة جدا مع كافة الشركاء العرب وحتى الدوليين، وهذه الثقة هي التي تجعل الآن الشريك أيضا القطري يأتي إلى القاهرة للاستفادة من المناخ الاستثماري والمناخ الاستقرار الذي تحظى به الدولة المصرية. نحن نتحدث الآن عن مصر، العنصر أو الدولة الجاذبة للاستثمار على الأولى على الصعيد الأفريقي، نتحدث عن مصر التي لديها الآن مناخ استثماري سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية، البنية الصناعية، المجالات الزراعية، المجالات الصناعية، الكثير من المجالات، أكيد
بتجذب يعني انظار كافه المستثمرين. كنا من منذ ايام نتحدث عن الشريك الاوروبي وتوقيع الاستراتيجيه المصريه الاوروبيه الخاصه بتمديد الشراكه المصريه الاوروبيه. اذا حتى على المستوى الدولي والمستوى الاوروبي والمستوى العربي الجميع ينظر الى مصر الان بثوابتها السياسيه، باستقرارها الداخلي، بدورها الاقليمي ودورها الدولي المعزز للسلام والدافع لمسارات السلام، كونها شريك امن يمكن الوثوق به ويمكن ان يكون سوقا ايضا يحقق مش بس المنفعه للداخل المصري ولكن المكسب المشترك سواء للمستثمر او للدوله المصريه. وبالتالي هذه المقومات سواء فيما يتعلق ثوابت السياسه الخارجيه المصريه، استقرار الداخلي للدوله المصريه، ايضا ما اصبحت يعني تحظى به مصر من قدرات استثماريه وبنيه تحتيه قويه جدا، كلها عناصر جذب للشركاء العرب والشركاء الدوليين ايضا. نعم استاذ جمال، يعني دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على التاكيد بان امن الخليج مرتبط بالامن القومي المصري، والتاكيد على العمل على تعزيز التضامن بين الدول العربيه ودفع قدما بالعمل العربي المشترك. كيف في رأيك يمكن تحقيق ذلك على صعيد العلاقات بين مصر وقطر تحديدا خلال الفترة المقبلة؟ بالتأكيد يمكن نحن نتحدث عن مفهوم في غاية الأهمية تعليه القيادة السياسية المصرية فيما يتعلق بالأمن القومي العربي. بنجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما يؤكد على هذا المفهوم، وطبعا أمن الخليج هو يعني أحد أهم أركان الأمن القومي العربي، و دائما سياده الرئيس يتحدث ان امن الخليج من امن الدوله المصريه، وهنا الدوله المصريه بترى ان ابعاد امنها القومي دوما مرتبط بالابعاد الاقليميه خاصه العربيه والخليجيه منها بالتحديد. وبالتالي هذا التقارب المصري القطري الان وهذه المرحله الجديده في العلاقات وهذه الانفتاح المهمه في العلاقات في اطار العمل العربي الذي يشهد زخم كبير جدا بالتاكيد سوف يخدم هذه المصالح ايضا الامنيه، خصوصا فيما يتعلق بمجابهه الفكر المتطرف والارهاب وصد المخاطر الخاصه بالامن الغذائي، وايضا يعني البحث في امور اخرى لا علاقه باركان الامن القومي العربي زي الامن الملاحي وغيرها من الامور. وبالتالي هذا التشاور بالتاكيد سواء مع يعني الامير القطري او من قبلها طبعا مع ولي العهد السعودي او من قبلها مع يعني رئيس دولة الإمارات الشقيقة وغيرها من أو غيرهم من القادة العرب، كلها بتؤكد أن مصر حينما تقول أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري هي تقول وتفعل أيضا عبر إيجاد رؤية موحدة وتشاور وعمل حديث. وكلنا بنشوف حتى المناورات العسكرية التي تجمع مصر مع المملكة العربية السعودية، المناورات العسكرية والتجربات المشتركة مع دولة الإمارات الشقيقة وغيرها طبعا من الدول الخليجية، وبالتالي مصر تقول وتفعل على أرض الواقع من خلال خطوات فعالة ومن خلال دور القاهرة الداعم والمؤسس أيضا لمسارات السلام في الإقليم. أشكرك جزيلا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.